في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ينطلق هذا الشوط الذي حامل الاثاره والمنافسه خاصه بالجعدان الصعوب، شوطا يحمل التحدي، شوطنا التاسع عشر في مجموع اشواطنا في هذا اليوم. نسير مع المركز الاول شاهين سعيد لسيد مبارك بن سعيد بالحب، بينما المركز الثاني ايضا يتواجد مشاهدينا الكرام شاهين هادي بن حمد بن قضيب على المركز الثاني، والمركز الثالث ثالث المراكز شعار العباد يتواجد في الدبلوماسي لحمد راشد بن حمد بن سلطان العباد على المركز الثالث، والمركز الرابع للسيد حمدان بن احمد بن سلطان بن رشيد الحذر يتواجد على المركز الرابع. هكذا الأربع المراكز الأولى في مسار هذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط ونعود إلى المركز الأول والتحدي الأول بالصدارة، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الأداء الجميل اللي يقدمه مشاهدينا الكرام شاهين بدأ ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. مبارك بن سعيد بالحب يقدم هذا العرض الشيق، يقدم هذا العرض الجميل وهذا العرض المميز على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ها هو على القيادة والصدارة المركز الثاني للسيد مبارك بن سعيد بالحب أيضا ثانيا، والمركز الثالث للسيد أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن خلاص الرقص الثنائي السيطرة الثنائية ليقدمها بالحب على المركز الأول والثاني. تهانينا والناموس للسيد مبارك بن سعيد بالحب على فوز شاهين بالمركز الأول، لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. ها هو يصل إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني للسيد مبارك بن سعيد بالحب، المركز الثالث للسيد أحمد السيد حمد بن أحمد بن زيتون المهيري. التوقيت دقيقتين 18 ثانية. تهانينا والناموس.